السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب طبعا بحضراتكم جميعا. عايزين بس نتكلم مع بعض في نقطة تنظيمية للكورس، لأن الكورس احتمال كبير إن هو هيكون فترة طويلة، فعايزين ننظم بس المسألة إيه ما بيننا وما بين بعض. دلوقتي أنا عملت تثبيت لرابط مكتوب عليه رابط مكتبة الكورس الغياب والمتابعة والماتيريال المتاح. الرابط ده لو حضرتك ضغطت عليه هيفتح لك جوجل درايف عليه ملفين. الملف الاولاني هو خاص بالاتندنس والغياب، الغياب والمتابعه، اي درجات، اي ماتيريال هنوفرها، اي حاجه هتتحط في الملفين دول. الغياب هيبقى ليه فايل والماتيريال هيبقى ليها فايل. فلو ضغطت مثلا على الماتيريال هتلاقي ان حصل توفير لماتيريال معينه في المحاضره الاولى كان عباره عن ملف بي دي اف، حضرتك طبعا تقدر توصل له هنا بسهوله، تقدر تتابع عليه ايه الحاجه بتاعتك اللي كانت ايه الكات موجوده، تقدر تنزله او اعرف مكانه بحيث انك لو عايز تذاكر ايه منه. كان حوالي 177 سلايد. طبعا الداتا حسب ما تتوفر، يعني مثلا ليكتشر 1 ده معناه ان هو توفر في المحاضره الاولى. طيب ممكن يحصل ان ليكتشر 2 ما يبقاش فيها حاجه، ليكتشر 3 ما فيهاش حاجه، ليكتشر 4 ما فيهاش حاجه، بس ليكتشر 5 نزل حاجه، بروح حاطط لك ليكتشر 5 والمواد اللي اتوفرت في المحاضره الخامسه. تاني حاجه مهمه بالنسبه لنا اللي هي الاتندنس او الغياب او المتابعه. ايه حكايه الغياب او المتابعه دي؟ حضرتك لو دخلت على الاتندنس اللي موجود هنا شيت اكسل بالشكل ده، لو حضرتك ضغطت عليه هيفتح لك ملف الاكسل الكامل للكورس. كل شخص فينا ليه رقم كشف معين نقدر نقول عليه كود معين خلال فترة الكورس هيسهل عليه متابعة الغياب بتاعه ومتابعة الدرجات بتاعته. طيب أنا بتعامل مع الحاجة دي إزاي؟ أول واحد مثلا عندي عبد السلام، مثلا هنلاقي مثلا إن عبد السلام هو مشارك عن طريق بيم أريبيا وفونكس أكاديمي. رقم الكشف بتاعه 2000، أول امتحان امتحنه جاب فيه 31، الدرجة العظمى للاختبار يعني ده اكزام 1 يعني أول امتحان، الدرجة العظمى للاختبار كانت 35، يبقى دي رقم هو جايب 31 من 35. بدأنا نحصر الغياب بتاع الناس اللي هيبقى مطالب منهم من أول المحاضرة الثالثة. فليكتشر 3 لو موجود جنبك واحد كده سواء ملون أو غير ملون، لو موجود جنبك واحد يبقى معنى كده إن الخانة دي كده تمام، يبقى حضرتك كده حضرت المحاضرة الأولى. لكن لو جينا مثلا على الشخص الثاني ده هنا بالنسبه فاضيه ما فيهاش حاجه او يكون موجود مكانها صفر، ده معناه ان هو ما حضرش المحاضره الثالثه وهكذا. ده هيكمل معانا لاخر الكورس، ليكتشر 2 ليكتشر 3 ليكتشر 4 ليكتشر 5 وهكذا. طيب انا هعمل ايه؟ انت هتتعب معانا في اول مره بس ان انت تبقى عارف رقمك في الكشف. يعني حضرتك هتبص هنا على الاسماء هتلاحظ ان في اسماء مرتبه ترتيب ابجدي. طيب بعد فترة هيبتدي ينضم ناس للكورس مثلا او انضموا بعد فترة معينة، فبدأنا ان احنا ننزل اسمائهم في الاخر. يعني هتلاقي مثلا بعد الزد هتبدأ الاسماء العربي اللي كانت موجودة، وبعد كده هتبدأ اسماء تانية غير مرتبة ابجديا. يعني هتلاقي حرف الاف المفروض ده يبقى فوق، هتلاقي حرف الار المفروض ده يبقى فوق، المفروض حرف الاي يبقى فوق، طب ايه اللي نزله تحت؟ ده شخص شارك بعد فترة، فلما نزل معانا في الاسماء نزلناه في الاخر. طب ليه نزلناه في الاخر؟ لان الكشف ده بيرتب حسب رقم الكشف. طيب احنا ايه اللي خلانا نعمل رقم الكشف؟ دلوقتي لو انا مثلا رقم 2055، لو انا كل مره هدور هنزل لك كشف خاص بالتنس بتاع المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه، المحاضره الثالثه، حضرتك هتضطر تدخل كل مره وتدور على اسم. طيب انا دلوقتي لو قلت لك رقم 2055 حضرتك هتيجي مثلا هنا من اول ما هتدخل هتنزل لحد 2055، 2055 هتروح محدد نفسك هتشوف انا والله درجه الاختبار الاولاني 28 من 35، المحاضره الثالثه متسجل غياب، فده هيبقى اسهل لحضرتك في المتابعه. هتيجي في اخر هتيجي تمشي معانا كل محاضره بتتابع ان هي نزل لك الغياب بتاعها، كل اختبار نزل لك الدرجه اللي انت جبتها. لو في مشكله كده بتظهر بدري مثلا تكون حضرت الاختبار كتبت الايميل غلط، كتبت رقم الكشف غلط، فبتقوم تبعت لي على الواتساب انا رقم كشف كذا، انا الايميل بتاعي كذا، انا اسمي كذا،
حصل مشكله معينه ان انا حاضر مثلا المحاضره الثالثه وسجلت في رابط الحضور، بس الحضور بتاعي ما نزلش، فانا امسك الاسم وامسك الايميل وابتدي ادور لحضرتك على المشكله دي حصلت فين. لو حضرتك فعلا مسجل الحضور في الفتره دي اروح مسجل لحضرتك الحضور. لو في مشكله في الامتحان، حاجه مش واضحه، براجع الكشف اللي وصل لي من الجوجل فورم بتاع الامتحان واشوف الدرجه المرفقه جنب اسم حضرتك او ايه المشكله اللي كانت حصلت للموضوع ده، وان شاء الله يعني مش هيبقى في اي مشاكل باذن الله. ده كده شرح موضوع الايه اللي رقم كاش. طبعا مع الوقت الخانات دي هتبتدي تزيد، لكن طول ما حضرتك عارف ان انت مثلا رقم 255، رقم 254، رقم اي حاجه، هيبقى الموضوع بسيط. هيبتدي مع رابط الحضور اللي هيبتدي يظهر لحضرتك خلال المحاضرات، هتبتدي تلاقي ان هو بيطلب منك رقم الكشف. يعني احنا المرتين اللي فاتوا اللي كنا شغالين بيهم سواء في الاختبار او الحضور، ما كناش بنطلب رقم الكشف ده. زي الاسئله اللي كانت بتظهر لحضراتكم مثلا رقم الواتساب، رقم كذا، رقم كذا، فهتبقى حاجه بالشكل ده كده. هتحط عنوان البريد الالكتروني، اسمك كما تريد بالشهاده، وبعدين رقم الواتساب الخاص بيه. هتلاقي مكان مثلا رقم الواتساب ممكن يزيد سؤال كمان، بس هيكون اسمه رقم الكشف او الكود. حضرتك ساعتها هتضغط مثلا انا رقم 2045، وبعدين تكمل التقييم اللي بيحصل للكورس اثناء المحاضرات، زي انت طالب، التقييم الخاص بالمحاضرة، تقييم المحاضرة ممتاز، ممتاز جدا، ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، دون المستوى، وهكذا حسب التقييم بتاعك. طبعا ما فيش حد بيطلع على يعني ما فيش حاجة اسمها تحيز ان واحد مثلا كاتب لي تعليق سلبي بنتحيز ضده، لا بالعكس، احنا بنحترم الآراء السلبية خصوصا لما بيبقى كاتب حاجة ملموسة نبتدي نرد عليك او نبتدي نعرف المشكلة دي فين ونبتدي ايه نعالجها داخل فترة الكورس. بعد كده حضرتك بتضغط مثلا التالي، بعد ما تخلص الأسئلة يظهر لك إرسال. بعد ما تضغط إرسال، أي فورم هنتعامل معاه سواء كان فورم غياب أو فورم بتاع اختبار، هيتبعت لك على الإيميل رسالة تأكد إن الإيميل ده وصل لي. فحضرتك مثلا وليكن إن أنت بتتابع عن طريق جيميل، فلو حضرتك دخلت على الجيميل الخاص بيك هتلاقي دايما اي فورم احنا بنشتغل عليه بيتبعت لك رساله زي الرساله دي كده، شكرا لملء نموذج، وبيكون اسمه مثلا. طبعا ده كان يوم الاختبار، طبعا بيظهر لك ان عرض النتيجه ولا كذا، لكن هتلاقي الاجابات بتاعتك، عنوان البريد الالكتروني، الاسم باللغه الانجليزيه كما تريد بالشهاده، رقم الواتساب، الدرجه العلميه، وهكذا. طيب حضرتك مثلا اتلخبطت في اي حاجه، هتلاقي يعني في لان ده كان اكزام فانا مش عامل الاوبشن ده، هتلاقي تحت خيار بيقول لك تعديل الاجابه لو انت عايز تصلح حاجه معينه يعني. بس يعني هيبقى هنا مثلا مكان رقم الواتساب هيبقى فيه رقم الايه؟ رقم الكشف، وحضرتك هتبقى عارفه فهتكتبه وهكذا. طبعا وصول ده للجيميل بتاعك معناه ان حضرتك سجلت حضور، معناه ان الجيميل اللي انت كنت كاتبه كان ايميل صح وفعلا وصل الرد. طيب ما وصلش الرد، حاجه من الاثنين، يا تفتح الرابط مره ثانيه بتاع الحضور اللي احنا كنا ناشرينه ليك، فلو لقيته فتح معاك بالشكل مثلا فاضي يبقى حضرتك مش حصل ارسال، حضرتك تبتدي تملى البيانات وبعدين تعمل ارسال مره ثانيه. طيب لو حضرتك وصل لك على الايميل الرساله بتاعت ان تسجيل الحضور او كان الاختبار او حاجه زي كده، ممكن يظهر لك بدون الدرجات، ممكن خصوصا الاختبارات تظهر لك بدون الدرجات لحد لما احنا ننشر الدرجات. حتى الدرجات اللي هتتنشر لك عن طريق الايميل هتخش الاكسل شيت اللي موجود، هتلاقي درجتك بتنزل لك فيه. طبعا اول ما هنقول لك تم تحديث الكشف او حاجه زي كده. احيانا طبعا بيحصل مشاكل مع الناس، بتبقى مثلا ممكن اخطاء عندهم، مشكله ضعف الانترنت، حصل خطا في الارسال، في حاجه مثلا مش صحيحه زي ما قلنا، فهو بيتواصل معايا على الواتساب او ما ندخل على الشيت اشوف هو كان حاضر ما كانش حاضر، ايه المشكله بالظبط ونحلها. بعدها مثلا بيجي يعني مثلا في ناس عندها مشاكل في حضور المحاضره الثالثه، اتواصل معايا، عرفت المشكله بتاعته فين، رجعت الفورم لقيته فعلا مسجل، وانا مثلا ما نزلتش الايه الاسم ده في الايه في الحضور. هروح مسجل له حضور بس على الشيت ده عندي لسه ما رفعتوش للناس. طيب امتى
اعرف ان خلاص انا دلوقتي المشكله بتاعتي اتحلت ولا لا. اول ما هيبتدي يظهر هنا تحديث، يعني بدل ليكتشر 3 بدا يظهر هنا في اليمه الثانيه كده ليكتشر 4، ليكتشر 4 وبدات الناس تنزل لها الارقام بتاعتها، يبقى معنى كده ان انا نزلت التحديث. ساعتها هتلاقي حضرتك ان لو كان حضرتك مثلا هنا مش ليك غياب، هتلاقي ايه الغياب بتاعك ايه نزل. طيب المحاضره الرابعه وهكذا، بحيث ان انت بتتابع نفسك لو في مشكله حصلت وانت بلغتني بيها بتبعتها على الواتساب، انا بشوف الرساله لازم تتاكد ان انا بعت لك بعد ما شفتها. تمام يا فندم، تم التعديل، تم التاكيد. طيب ساعات بس ببقى مشغول فممكن مش ارد عليك على طول، فممكن يعني مثلا ايه تلاقيني مثلا سايب الرساله يوم او اتنين. فان شاء الله الموضوع كله بالنسبه لي عند التحديث على اول، يعني انا لما باجي احدث الغياب بشوف كل المشاكل اللي موجودة وابتدي ادرجها او بشتغل عليها واحد واحد على حسب وقت الفراغ اللي بيبقى موجود يعني. فانت طالما بعت لي الرسالة هي موجودة عندي وان شاء الله يعني هتعامل معاها مش هيحصل مشكلة، بس الرسالة محتاج منك تكتب لي الايميل، تكتب لي المؤسسة المشاركة عنها، تكتب لي الاسم، تكتب لي رقم الكشف. طيب انا دلوقتي لسه مش حصل لي رقم كشف وماليش اي حاجة في الكورس لحد دلوقتي، يعني لا اسمي نزل ولا رقم الكشف اتعمل، ايه الحل؟ ممكن تبعت لي دلوقتي على الواتساب، انا هسيب رقم الواتساب بتاعي ليكم. انا مش ليا اسم وماليش رقم كشف وعايز يبقى لي رقم كشف، هتبعت لي الاسم كما تريده بالشهاده وتبعت لي الايميل واسم والمؤسسه اللي انت مشارك عنها، هتبعتهم لي هبتدي اسجل. طيب عايز ابتدي احضر من اول مثلا المحاضره الرابعه، هينزل رابط حضور ورابط الحضور هيبقى في كل البيانات دي. فرضا ان انا مش ليا رقم كشف، هعمل ايه؟ هتحط اي رقم مكانه، بس رقم يكون مثلا رقم الواتساب مثلا. البيانات دي هتنزل عندي، اول ما هلاقيك مش ليك رقم كشف هبتدي ادرج لك رقم كشف. طب ورقم الكشف الجديد ده هيظهر فين؟ هيظهر تحت بعد 210، هيبتدي 211 212 وهكذا. اتمنى ان الموضوع يبقى بسيط ويبقى سهل، وان شاء الله الامر كله تنظيميا ليكم، بحيث ان تبقى متابع غيابك، متابع درجات الاختبار بتاعتك بشكل شفاف خلال فترة الكورس، بحيث ما يحصلش أي مشاكل. عشان أحيانا بيبقى شخص عنده مشاكل معينة أو مش عارف النظام خالص، ويجي في الآخر خالص يكتشف إن هو غيابه مش نازل، درجات الامتحانات عنده فيها مشكلة، فده ممكن تكون مشكلة عنده، ممكن يكون خطأ موجود، بيكتب الإيميل غلط، بيكتب رقم الكشف غلط، ما كانش بيحضر، ما كانش متابع. فالموضوع ده مهم جدا إن إحنا نتعامل معاه بشكل صح. حاجه عايز انوه عليها، الاسم كما باللغه الانجليزيه كما تريد بالشهاده، في الاخر خالص اكيد هيبقى لحضراتكم هيطلع لكم شهادات، فيا ريت تتاكد دايما ان الاسم اللي موجود هنا ده هو الاسم اللي انت عايزه يطلع في الشهاده بالظبط، حروف الكابيتال بتاعتك زي ما هي، حروف السمول بتاعتك زي ما هي، بالشكل اللي انت عايزه يخرج فيه الشهاده بالظبط. لان في الاخر خالص يعني هتلاقي نفسك في الفورمات بتاعت الشهادات اسمك ما بيتغيرش، هنا الاسم اللي بينزل ليك اول مره بيدنه ثابت معاك طول الكورس. طيب حضرتك أن كتبت لي اسمك مش في حروف كابيتال، ما فيش حروف سمول ولا هكذا، حضرتك تبعت لي انا مثلا رقم كشف 2000، عايز الاسم بتاعي يبقى كذا، وتفصل لي الاسم لوحده، يعني مثلا الاسم بتاعي هتروح كاتبه في رساله منفصله كده لوحده، عايز الاسم يبقى كذا، وتبعت لي معاه الايميل عشان اتاكد ان انت فعلا الشخص صاحب رقم الكشف ده. انا بروح واخد الايميل، باخد الاسم بتاعك ده كوبي بيست واروح حاطه زي ما هو، زي لا تدخل، يعني انا مش بكتب الاسماء بتاع مره ثانيه، لا انا باخد الحاجه اللي موجوده عندك بالظبط زي ما انت بعتها لي واحطها مكانها. اول ما يحصل تحديث للكشف هتلاقي الاسم بتاعك حضرتك اتغير في الكشف، تتاكد ان فعلا الاسم بتاعك ايه كده في التمام. لما نيجي نصدر الشهادات ما يبقاش في تعديلات، ما يبقاش في اخطاء في الاسماء، خصوصا لو بعض المؤسسات ممكن تعمل لكم شهادات فيبقى الصعب بالنسبه لها ان هي تعيد تعديل الاسماء. خلال فترة الكورس في اختبارات بتنزل، فاحنا برضه هنبعت على جروب التليجرام بحيث احنا نوصل ليها، يعني هتلاقي مثلا كل فترة الاختبار كذا وبيتساب مثلا مدة اسبوع فلازم تعمله. طب فرضا لو قلنا في اختبار تعويضي، دي نقطة انا كنت نسيت اقولها، الاختبار التعويضي ده معناه ان الشخص اللي ما شاركش او ما كانش ليه درجة في الاختبار ده هيدخل الاختبار ده بحيث ان هو يا يمتحن زيه زي التاني ويبتدي يظهر له درجة. ده حاجة هندرسها مع باشمهندس إن شاء الله، بحيث إن احنا نشوف هل هنعمل اختبارات تعويضية أو لا، وهتكون برضو تتبعت على التليجرام الروابط بتاعتها.
انا رقم الواتساب الخاص بيا هسيبه برضه في رساله جنب الموضوع، هو بلس 2 0 10 28 13 70 81. واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.